هذا قول دفاع سريع وانسان طويلة من محمد الجواني إبراهيم بحري وإبراهيم إبراهيم 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 لوحده إبراهيم إبراهيم والهدف الهدف الأول في المباراة أول هدف لهذا الفتى منذ انتقاله لسريع وانسان جاله بهذا الطريقة جاله بهذا الطريقة ممتاز خشمي مدافع في بعض الخطورة إبراهيم بحراوي احتراما لناديه نادي ساهم في تكوينه لم يحتفل بهذا الهدف ولو أنه كان يستحق احتفالية هنا الإعادة لإبراهيم الطريقة اللي حافظ بها على كورتو الطريقة اللي سدد بها ينجح في تسجيل الهدف الأول في هذه المباراة هدف الأسيست كان لمحمد الجعواني لإبراهيم بحراوي كان كنترول ممتاز بدون خطا يسدد الكره في مرمى لوسيس تصبح النتيجه هدف لصفر هدف لصفر حدود الدقيقه 39 من المباراه المسجل ابراهيم بحراوي سعاده توفيق سريع وانسان من حقهم انهم يكونوا سعداء بهذا الهدف عارفين قيمه الهدف عارفين اهميه الانتصار واقفين عليه واقفين عليه اليوم كره من هشام العروي تغطيه من رحموي المطرود والذي يغيب عن هذه المباراة محمد وترى كرة من أنس الوردني يسلم محمد وترى في منطقة الجزاء للحارس عقيد وخطا خطا وخطا كرة وكرة والهدف وهدف الهدف وهدف سيء حظك يا عقيد في أول كرة تختبر فيها في مباراة اليوم يجي الهدف بهذه الطريقة معليش الإنسان معرض للخطأ ولوسيس لم يكن يظن أنه الهدف سيأتي بهذه الطريقة لم يكن يتوقع أن الهدف سيأتي بهذه الطريقة لم يخطر في بال أي مناصر ويوفي أن الهدف سيأتي بالطريقة اللي شفناها محمد عقيد معليش 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 أيها الفتاة معليش لا لاعبين داخلين الأرضية الملعب وبالتالي الحكم لم يسمح بلعب الكرة الذي عاد خطأ كلف لمحمد عقيد في الكرة الماضية عقيد لم يتحكم في الكرة يستقبل الهدف من الأهداف يصعب حارس مرمى ويتلقى مثلها الإنسان معرض للخطأ لكي لا نكون قاسين أكثر من قساوة المشهد على محمد عقيد يلزمه دعم من نوع خاص من يوسع تبع حارس سابق لرجاء الأولمبيك ريبكا الذي يتولى مهمة تدريب حراس سريع واتساب تصبح النتيجة 1-1 مضاد سريع عنده ابراهيم بحري وعنده هشام العروي شاد كره من ازود 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 يبحث عن هشام هشام العروي كان بالامكان وان يسجل هدف كاد ان يكون هدفا جميلا في المباراه يشهد في المنافسات المحليه للساده هشام العروي كره في منطقه الجزاء ازود الحكم يقول مواصل اللعب الحكم يقول مواصل اللعب ولجمة مضادة سريعة زيادة العددية لوسيس لانطلاق لوسيس محمد مرابيط مرابيط لوحده مرابيط يقطع المسافات الفتى المدلل لجمال لوسيس والتدخل لمحمد عقيد يتدخل بشكل ممتاز أملا في بلوغ المرمى للمرة الثانية كرة من الطرف الأيمن محمد مراد ناج يا سلام كان بالامكان وان يكون هدف كان بالامكان وان يكون مشهد مغير لما تابعنا في الكره الماضيه وصلت كره يا سلام في منطقه الجزاء التعني للجميع الشيء مهم اليوم هذه كره بالراس لوحدي في منطقة الجزاء يصعد فوق الجميع ويسجل هدف بأي طريقة بأي طريقة هذه بأي طريقة كرة من ديارة وبحراوي يرتقي لوحده ويسدد هدف من أجمل الأهداف ما خلاش الحد لبساك للتصدي للكرة الماضية سريع واتسام يتقدم من جديد في النتيجة عبر إبراهيم بحراوي الذي لم يسجل ولو هدف واحد منذ قدومه لكن أمام ناديه الأصلي كرة مشات طويلة هشام العروي لديارا مشات كرة بليمون ديسير الكرة هذا ديارا اللي كان بالكرة هو اللي مشى بالكرة لعب كرة بشكل ممتاز كانت الفكرة ممتازة جدا من ديارا كان يحاول استغلال تقدم الحارس
تغطية حاضرة والتحول السريع هذا المرة من عطوشي ومن يقود الهجمة تجاه حمزة خبا. حمزة خبا وعطوشي في النهاية تعود لدفاع ركوز. دفاع ركوز عبر قدي ماتلا ما شاء الله عليه مهرة ممتاز ممتاز هذا الفتاة الذي إمكانية لتسديد كرة السد. أبو زار سجل الهدف الثالث هدف الحسم. اختار المكان والزمان المناسبين ليسدد كرة بهذه الطريقة. كان صعيب على بستاك وانو يتصدى لكرة مماثلة. اركوز 3-6 هدف واحد. انتصار هام لاركوز على ارضه وامام اوفيائه ومناصريه. سريع واتسم الذي خاصمته الانتصارات لجولات كثيرة هو يحقق انتصارا ثمينا.